تسع دقائق 18 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع. التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكرام في صباح هذا اليوم. أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن عبر شاشة دبي ريسنج انتهت الأشواط المفتوحة وبدينا في أول أشواط الانتاج في الشوط الثالث عشر. الانتاج لبكار المحليات لإذاع الأصايل تندفع في انطلاقتها وتحدياتها الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان لتأتي بشعار يا أبناء القبائل وأبناء الخليج القادمين المشاركين دائما في المرموم مع الانتاج والمنتجين. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام لنبحر مع الأصايل لنتابع المراكز الأولى. تتقدم أسرار في مسار الشوط في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، يقدم أسرار اللي هو حمد بن خويتم العامري على مقدمة الشوط، بينما اللي بجانب أسرار الظبي محمد بالقرين العامري يقدم الظبي على المركز الثاني. أما المركز الثالث هذه غزوة على المركز الثالث، خلف بن راشد النايلي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع تقدمت في غارة إلى الصدارة سعيد بن خليفة الكعبي يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات. نشوف المركز الخامس، خامس المراكز، وبنلقى في المركز الخامس مجمل الصدف المركز الخامس وهي رقم خمسة. هذه سهوة تعود ملكيتها العيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس والمركز السادس. المركز السادس في هذه اللحظات الساعية عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتقدم على المركز السادس. وين السابع؟ ساير شوية أبو سعيد. نشوف بقية المراكز المركز السابع وهذه أسيل عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي يقدم أسيل المركز الثامن. ثامن المراكز غزوة لا أو هناك هذه بنشوف هذه ظن تقدمت ظن لسيف بن خليفة بن سعيد بن راشد الاكتبي. والمركز التاسع أتتنا في هذه اللحظات خاصة تعود ملكيتها حمد بن محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. المركز العاشر هذه أريام لسالم بن علي بن غصنة العامري في هذا الاندفاع وهذه الانطلاقة. أعود إلى المراكز الأولى في هذا المسار وهذا الانطلاق. أكملنا النداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل. أعود إلى المركز الأول وهذه الظبي اللي غيرت إلى مقدمة الشوط. الظبي على رأس الحربة، الظبي على المقدمة. محمد بالقرين بن علي العامري يقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني أسرار حمد بن خويتم العامري يقدم أسرار على المركز الثاني والمركز الثالث. هذه غزوة خلف بن راشد النايلي الشامسي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع غارة سعيد بن ضاحي بن خليفة الكعبي في هذا الاندفاع، بينما هناك الساعية تتقدم في هذه اللحظات. عبد الله بالحلوس العامري يتقدم في هذه اللحظات.
وضعت على المركز الخامس والمركز السادس. هذه سهوة تعود ملكيتها العيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري، يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع. هذه المراكز الأولى، هذه المراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع، الست المراكز الأولى مع المركز السابع. نشوف بن حاذة، هذا عمر بن عبد الله بن حاذة الكتبي، أحد شبابنا المقدم هذه النوعية. وصل حمد بن محمد التاسعة، لا والله هذه التاسعة، هذه شوشرة، وصلت شوشرة. محمد بن علي بن راشد الكتبي يقدم شوشرة. والعاشرة، هذا بن خصيبة خميس، بن محمد بن خصيبة الظاهري ياتي في هذا الانطلاق، وظن سيف بن خليفة بن سعيد الكتبي. هذه النتيجة، للمراكز الأولى. خلاص آخر إذاعة للعشر المراكز، باي باي، خلاص بنعود هني مع المراكز الأولى. الأول مع المراكز الأولى، عليك بالأول ولو كان ما كان، وإيش عادل التالي ولو جاب ما جاب. الله، يا سلام يا سلام يا سلام. في المركز الأول، على المقدمة راعي الخشمة، هذه الظبي حمد بن القرين العامري يقدم، الظبي على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط وانطلاقاته في هذا الصباح مع الإذاع ومع الإبداع. نعود إلى المراكز الأولى، أول شوط الإنتاج، لمن بيكون؟ الكيلو الأخير، الأقرب له بالقرين، يتقدم أبو حمد، ويقود مسار الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني، غزوة على ثاني المراكز تندفع، خلف بن راشد النايلي الشامسي يتقدم مشاهدين العزاء مع المركز الثاني. المركز الثالث، المراكز أسرار حمد بن خويتم العامري، وعادت وانطلقت سهوة، عيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري يتقدم على المركز الأول على الانطلاق، ولكن وصول من أسيل، عمر بن عبد الله بن حاذ الكتبي، كل الوصول، كل الأسماء، ولكن بن خزام، راح هناك مع المقدمة مع المركز الأول في هذا الاندفاع. يسير بمسار الشوط، وبن خويتم وبن حاذة غادمون، يا بن خزام، حرك حرك حرك. أول أشواط الإنتاج والمنتجين في المحليات، بنشوف لمن، هذا الشوط. الله، يا سلام يا سلام، الأمتار الأخيرة، سهوة سهوة سهوة. عيسى بن هادي بن خزام العامري على المركز الأول، عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة، ولا بن خزام. خلاص، تهانينا وناموس وسلاماتنا لعيسى بن هادي بن حمد بن حزام العامري على هذا الفوز. المركز الثاني يسيل، لبن خويتم، المركز الثالث بن خويتم، المركز الثاني عموما على كل حال بنعود مع التوقيت الزمني في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. المركز الأول 9 دقائق و13 ثانية، وتسع أجزاء من الثانية من حققت هذا الفوز. هذه سهوة، لعيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري، المركز الثاني 9 دقائق 15 ثانية بالوفاء والتمام. هذا عمر بن عبد الله بن حاذ الكتبي حظى بالمركز الثاني، تهانينا والناموس. المركز الثالث 9 دقائق 16 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، حمد بن خويتم العامري من أتى في المركز الثالث. والمركز الرابع عاي شروره محمد بن علي بن راشد الكتبي، والمركز الخامس
بن خصيبه الظاهري اتى خميس بن خصيبه الظاهري على خامس المراكز. هذه الخمس المراكز الاولى المتقدمه، تهانينا للجميع.